وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ينبغي لكل من أراد أن يصنف مصنفا أن يبدأه بحديث إنما الأعمال بالنيات. قال: ينبغي لكل من أراد أن يصنف مصنفا أن يبدأه، ابدأ كتابه ده، بحديث إنما الأعمال بالنيات، تنبيها لطالب العلم على أهمية النية، على أهمية النية. عشان كده النصيحة دي العلماء أخذوا بها. كتاب عمدة الأحكام بدأ به مصنفه عبد الغني المقدسي بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. والنووي رحمه الله بدأ رياض الصالحين بحديث إنما الأعمال بالنيات في الأحاديث عنه، قبلية ذكر آيات. وبدأ هذا الكتاب إنما الأعمال بالنيات، والبخاري بدأ صحيحه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وغير من العلماء إنما الأعمال بالنيات، لكن العلماء علقوا على هذه المسألة على أهمية النية، لأن بعض الناس داير يطلب العلم وفي البداية بيجي ما مستحضر النية. هو في فرق بين الإخلاص وفرق بين استحضار النية. كيف تلقى هناك في رياض الصالحين باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأعمال إلى آخره. الإخلاص أن تقصد بعملك وجه الله، وأن تريد بعملك وجه الله، ولا تريد غير الله سبحانه وتعالى. ده الإخلاص. أنت جيت للصلاة وأنت مخلص لله، ما جيت عشان الناس يشكروك ولا داير دنيا، وإنما أتيت تريد وجه الله سبحانه وتعالى. مرات بتجي المسجد أنت مخلص لله، تجي مستعجل بس تتوضأ الله أكبر تصلي مع الإمام، ومرات بتجي من البيت، من البيت بتستحضر الحديث اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لن تخطو خطوة إلا كتب لك بها حسنة ورفعت بها درجة وحط عنك بها خطيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تمرق من البيت أي خطوة أنت مستحضر إنه دي فيها شنو؟ فيها أجر. هل الزول الأول الجم مستعجل الله ما بدي أجر؟ بدي وجر. والزول الجاء ومستحضر أي خطوة ومستحضر الأجر والثواب، ده برضو عنده أجر، لكن الثاني أجره أعظم من شنو؟ من الأول، من الساهي. مع إنه الساهي أخلص في أصل العبادة، لكن قد ما يتذكر شنو فضل العبادة والتدقيق فيها في جزئيات وكذا. وذاك الثاني ده الأول، الثاني يستحضر شنو؟ جميع جزئيات العبادة أو الشيء الكثير منها ويستحضر الأجر. ففي بعض الناس جاءون وسواس يقول لك نحن ما بننفع نتعلم. ليه؟ نحن ما عندنا إخلاص. الزول جاء ما عنده إخلاص، بس جاء الدرس وكذي وإلى آخره وجاء المسجد. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: طلب أقوام العلم لأجل الدنيا. في البداية طلبوا العلم ساي دنيا، فأبى العلم إلا أن يكون لله. نازل فيهم خير، لكن في البداية الشيطان نزغ لهم جهة الرياء إلى آخره أو الدنيا. بعد شوية لما يتعلموا عرفوا أهمية الإخلاص وخطورة الرياء وخطورة العجب وخطورة يعني ما يفسد الأعمال الصالحة، بعد ذاك عالجوا النية بتوفيق من الله تعالى فأخلصوا لله. فإنت تبدأ العمل الصالح وتحرص في البداية أن تخلص لله، فإذا لم توفق للإخلاص في بداية العمل في اليوم الأول الثاني إلى آخره، بعد ذاك ثاني أنت تواصل فيه. والله قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.